حسين عبد اللطيف، عبد الستار صبري، امير عبد الحميد، ولكن في النص معاكم كريم ايمن. ايوه يبدو ان حتى كابتن علاء نبيل بيشتغل على فكره تكوين المنتخبات بناس لعيبه كوره، خبرات ودراسات، صح صح كده؟ مظبوط. طبعا كابتن حسين غني عن التعريف، كابتن حسين نجم عبد كبير اللطيف طبعا في نادي الزمالك ومنتخبنا. الشخصيات المحترمه جدا، والناس اللي هي يعني عندها خبره كبيره جدا. كابتن عبد الستار صبري طبعا غني عن التعريف، لكن الحته بتاعت يعني كريم ايمن، كابتن كريم ايمن، انا شايف من وجهه نظري ان هو يعني مستقبل اللي جاي، ولسه النهارده كان عنده لايسن كمان بياخدها، وما شاء الله عنده كذا لايسن اوروبا كمان، من الناس اللي لها مستقبل كبير. فالحمد لله هو جهاز فني مميز وهادي، بنشتغل واحده واحده على مهلنا وبهدوء، بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله نكمل المسيره. ببارك للكابتن احمد الكاس طبعا ان هو أكيد خد بطولة شمال أفريقيا، وإن شاء الله مكالي يكمل، ويبقى إن شاء الله بإذن الله المنتخبات. ومعانا الكابتن أسامة نبيه ماسك 2007، فبتمنى يا رب التوفيق إن شاء الله للمنتخبات الفترة الجاية بإذن الله. نجاح 2008 وانتم المرحله السنيه اللي بعديها على طول بيديكوا دفعه قويه في التوقيت ده، في ظل ان كانت المنتخبات دي بالمراحل السنيه دي ما كانتش الظروف مهيئه ليها انها تحقق اي حاجه قبل كده. بالظبط يا محمد. يمكن كمان كان في مشكلة كبيرة جدا، موضوع التسنين. كابتن الكاس فوجئ بحوالي 10 لعيبة الاتحاد الافريقي لما عمل الموضوع الاسوره والكلام ده كله، فاللعيبه وقع منه 10 مهمين قبل البطوله بحوالي 10 ايام. ده اثر بالسلب طبعا في اول ماتش المغرب، خساره 5 كتير، كانت صدمه بالنسبه لنا واكيد للكابتن الكاس. لكن هو طبعا عشان هو مدرب محترم وعنده خبره كبيره جدا، قدر يجمع اللعيبه. انت عارف في السن ده يا محمد لازم، مش الموضوع فني بس، الموضوع انك انت لازم نفسي بشكل كبير جدا جدا، ان انت خلاص انا خسران 5 المغرب، مش محتاج تدريب خالص تاني يوم، انا محتاج نقعد تهيئة وتهيئه وهدوا ومفيش مشكله يا اولاد والدنيا. هو ده اللي حصل، خد البطوله في الاخر كسب وشفنا. الجزائر، كسب تونس، كسب ليبيا، عمل سكور كمان على ليبيا. طب شوف انت، لكن انا بتكلم ان دي هتبقى دفعه قويه كمان. يمكن احنا كمان كابتن حسين كان عنده فكره حلوه ان احنا نروح نساند المنتخب 2005 ونساند 2008 كابتن أسامة. كابتن احمد الكاس. ولسه كابتن اسامه طبعا عنده تجمعات الفتره الجايه، كابتن اسامه نبيه بتمنى له التوفيق. فدي دفعه قويه بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله، لان في اجيال حلوه يعني جيل 7 و8 و9 و5، انا شايف يعني في لعيبه كويسه جدا وعلى اعلى مستوى ولهم مستقبل كبير جدا في لسه الفتره الجايه ان قدامكم شاء الله. سنه بعتقد، صح؟ ايوه بالظبط مظبوط. على التصفيات لسه مش معروف بقى المناطق الجغرافيه هتبقى فين، هل هتلعبوا في تونس في مصر، لسه مش عارفين بقى التصفيات هتبقى ازاي.